أنا معكم مع بيتس، واليوم مثل العادة معي زميلتنا صباح الخير. هاي سبا، كيفك؟ أنا كتير منيحة. سبا كيف اليوم من لبسينات؟ مزبوط، اليوم بدنا نحكي عن البسينات، بدنا نحكي عن تصرفات البسينات اللي يمكن نحن منلاقيها غريبة شوي، بس هي بالحقيقة تصرفات كتير طبيعية. جيسي، البسينات ما بنعرف لهم، بنعرف انه بيغدروا، بنعرف انه مثلا قد ما بتكوني منيحه معهم ولو انه بيعملوا شغله هيك بيعصبوكي، مش مثل الكلاب يعني. هيدا شيء طبيعي. هلا ليك اجمالا اللي عنده بسينه ما رح يوافقك رأي بهذا الموضوع، لانه بالنسبه لهم هيدا تصرف طبيعي وبصير بتفهميه على البسينه. ومن القصص اللي رح نحكي عنها اليوم هن تصرفات يمكن انا وياكي بنفكرهم انهم هن سألها، بس انفاكت هي تصرف كتير طبيعية. أوكي. رح نبدأ بأول شغلة اللي هي وقت البسينة كتير بتصير تلحوس. أوكي، وفي كمان شغلة غريبة جدا إنه بتنظف حالها كمان، بس بتلحوسنا إلنا أو حتى بتلحوس شعرات أصحابها. وكتار كتار منا بيعتبروا هالتصرف إنه ليه إنه مش كتير منطقي. ولكن إذا منجي منفكر فيها، ونحن هلأ رح كل تصرف رح نحط عنه فيديو للعالم تعرف. خلينا نشوف الفيديو سوا. يلا يعني الناس اللي بيحبوا ما بيحبوا البسينات هلا هيك ارتخوا، بس شافوا هالمشاهد المهضومة والموسيقى كتير كتير زابطة مع الكاد مع الأمبيانس، يعني كتير كتير مهضومين. مزبوط. مش بس بخرمشوا هيك، لا 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 لا. وحتى إذا أنت يعني كل شخص عنده هلا بسينة أكيد عم بيقول أنا هيك بصير معي بالبيت، بوعوك على بكرة بتكوني قاعدة بركة عم تحضري تلي، بتحسي إنه في حدا أنت شو على شعرك بيجي على شعراتي، شو بدك بشعراتي؟ بس هيدا تصرف طبيعي وتصرف مفهوم. ليه؟ لأنه هن عبروا عن الشعور تبعهم بهيدا الطريقة. هيدا واحد. يعني أنت مثل كان عم بردلك الفيفر، إذا أنت عم بتملحسيله إن كان عم يلحسلك إيدك أو عم يلحسلك شعرك، عم بردلك الأفكشن أو المشاعر لإلك. تاني شغلة كمان بيعملوا مارك للتريتوار تبعهم، يعني أنت لإلهم. سو في نوع من السنت بيطلع من لسانهم للبسينات علينا وقت بلحوسونا، وبصيروا بيحسسونا أنه بيحسوا أنه نحن إلهم. شغلة كتير مهمة كمان، أنه أول ما بيخلق لبسان أول شيء بتعمله الأم هو شو؟ إنها تبلش تنطفه وتلحوسه. أوكي، وكمان أول ما يخلق لبسان في شغلة بدنا نعرفها على أول يومين، ما بيقشع. أوكي، وبيستعملوا كتير المنخار تبعهم للريحة. مزبوط. سو ليقربوا على أمهم، لهي يعني بصيروا بيتعرفوا على بعضهم من هيدا الريحة اللي بتطلع. فكمان هو بيستعمل هيدا الموضوع لبسان اليوم ولو كبر ولو مش مع أمه. وحتى قصة الشعر هن إذا مننتبه كل نهار بيكونوا عم بيلحسوا حالهم. هلأ في عالم بينزعجوا إنه لبسان بوعيهم على بكرة بالتلحوس أو بالبيجي بيصير مثل ما شفنا. الكلاب كمان بيلحسوا حالهم أوقات. إيه؟ يعني أنا بعيت لكلبي أوقات بسأله أنت بسين ولا شو؟ إنه ليش عم بتلحوس؟ لا هلا هن بنطفوا حالهم. اوقات في انكزايتي كمان بدنا ننتبه انه يكون عنده مشكله او بيكون موجوع او بيكون مضايق. اذا كثير بتصير بده ننتبه منها، خاصه عند الكلاب. عند البسينات اذا ما انه هن كل نهار بنطفوا حالهم. وكنت عم بقول انه ليش اوقات بوعيك البسين وشو السبب؟ نحن يمكن وقتها بيجي على بكره بننبسط فيه، منغنجه كانه بطريقه غير مباشره عم نعمل ريكومبونس او عم نغذي هالشخص.
الشغلة بصير كل يوم بيجي لأنه مبسوط، أو إنه بكون جوعان يعني معودينهم طعميه بكير. أوقات بيجي بوعينا منروح منحط له أكل. أكل بصير هو كل يوم أوكي، لكن لازم روح وعيهم لا يحط لي أكل، فمن هيك بياخذ العادة العادة وبتصير عادة طبيعية عنده. لبسين بدنا بس بتتغير، منا أبدا يعني إذا بدك مشكلة ما بتتغير 100%. هلا الشغلة الثانية كمان إنه لبسينات بالليل هن حيوان بالليل، لأنه كل لبسينات حتى الأسد وهيك على طول بيهجوا مع البراي أو على الفريسة تبعه بالليل، فمن هيك كمان عم ننتبه وقتها بنكون عايشين ببيت فيه لبسينات إنه بالليل عندهم أكتيفيتي كتير عالية. نايت لايف مزبوط، وهيدي الأكتيفيتي الكتير عالية تبعهم هي بترجع لأنهم بالطبيعة لبسينات هن حيوان بيكون عنده الحركه بالليل، بحبوا النايت لايف مزبوط. وشغله كثير بحبوا النايت لايف، بحبوا يسهروا. وشغله كثير كمان مهضومه ستيفاني انه نحن ولازم ناخذها بعين الاعتبار وقتها بنظهر كل النهار والبسين لحاله بالبيت بده افكشن، لا وبيرجع شيء اوكي وقتها نحن نجي ببلش نهاره. على كل وقتها انتم تناموا تفوتوا لتناموا، شو معقول لبسين يكون عم يعمل نحن ونايمين؟ خلينا نشوف فيديو يلا. شيطانه كل الليل كل الليل. واصلا اذا انت بالبيت وعندك بسينه بتصير تسمعي شبيق وهيك بالليل، فهذا الشيء اللي عم بيصير لانه هن خاصه اذا اثنين اذا اثنين بيصيروا بيلعبوا سوا، اذا واحد ممكن يصير يجي يحركش معك هيك بس لتلعبي معه. هلا مثل ما قلنا فسرنا ليش هيدا الشيء ومنه شيء يعني غريب، او اذا هي بسينه بيلعب بالليل هيدا الشيء لا هيدا شيء كثير طبيعي. بدكم ما بقى يلعب هالقد بالليل، بدكم تخلوه يروح الانرجي بالنهار، بدكم تلعبوه تعملوا انتو افورت معه اول ما تجوا من الشغل. في كتير العاب مهضومه يعني اسخف شيء هو الليزر اذا بدك، بس في كتير العاب تانية فيك تلهي الناس يلي يكون عندهم لبسينات بيكونوا اكيد بحبوا لبسينات من ميلي، ومن ميلي بيجيبون لانه ما بدهم اعتنى مثل الكلب. يعني الكلب بديك تنزليه كذا مره، يعني كمان لبسينات بتحطي لهم اكلاته وبيعمل حاجاته بالبيت وهيك مزبوط. ما بيلبك. هلا هيدا الشغله مزبوطه، بس كمان بذات الوقت اوقات منروح فيها اكستريم، يعني نحن بنعتبر كانه اذا جبنا لبسينه ما رح نعمل شيء. بولا. لا بولا. اكيد في قصص بدك تعمليها مثل البيبي بدنا نعتني فيهم وفي افورت وبدك تلعبيهم، لا والا بدك تتعايشي مع امور ثانيه بيصيروا هن بده يسلوا حالهم فيها. رح نحكي بركه بعد اليوم ما بعرف قد رح يكون عنا وقت، رح نحكي بعد عن تصرف واحد هالتصرف كثير غريب. كمان في فيديو رح يفرجينا اياه بتصير تحس اللبسين عم بيحكي لحاله اجمالا. هيدي بنشوفها وقتها بيكون لبسين واقف على مثلا بالكون او على زيز وعم بيشوف عصفور برا، بصير يعمل هيك تفاعلات بتمه غريبه عجيبه. ما بدنا نخاف، هيدا شيء كثير طبيعي في له تفسير. إذا الفيديو ردي خلينا نحضر. سبحان الله amazing. شفت amazing يعني بتشوفي قصص. اللي ما عنده بسينات او يلي ما شاف هلا هالكليب ما بيعرف انه البسينات بيعملوا هيك قصص. شفت كيف يعني انا اول مره بشوف هيك هيدا الشيء. يعني هيدا الشيء هو شو هو البسين؟ يا انه مزعوج العصفور برا او البراي تبعه او الفريسه تبعه بعيده عنه ما عم بيقدر يوصل له. هون اذا بنسمع الساوند لتسمعي صوتها للبسينه حتى هون شفت في دراسات جديدة بتقول حتى بقلده الصوت
تبع البري تبعهم عم بقلد صوت العصفور او حتى اوقات تعفي وقتها بيهجم على الفريسه تبعه بصير بيعمل هيدا الاكت بتمه اللي عم نشوفه. سو في كثير لها تفسيرات بس هيدا شيء كثير طبيعي ما لازم نعطي الهم ما لازم نعتبر انه بسيننا منه طبيعي كثير طبيعيه وكثير العالم اللي عندهم كثير بسينات عم بيحضروا اكيد 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 شايفين هيدا الشيء ببيتهم. ثانك يو جيسي اعطيتينا معلومات مهضومه يمكن بمره جايه بنعمل من كفي الحلقه. ثانك يو مشاهدينا انا بودعكم وبرجع بشوفكم نهار الثلاثاء بتمنى لكم ويك اند ممتع ودائما ما تنسوا البسمه على وجهكم. باي باي.